كريم، خليني ابتدي معاك. اكيد بطولة الجمهور ما كانتش سهله، اكيد اتمرنتوا كتير. كلمني عن الاعداد بتاع المنطقه الاول، لان ده اللي بياخد الصيف بقى بثلاث شهور بتوع الصيف، والاعداد بتاع الجمهوريه. كنتوا بتتمرنوا ازاي؟ بتعملوا ايه مع مذاكرتكم ومدارسكم؟ كلمني عن الاستعدادات للبطولتين دول. هو عامة الإعداد كان صعب جدا، يعني إحنا كنا بنتمرن طبعا أجازة الصيف كلها، كنا بنقضيها تمارين، بنتمرن كذا جرعة تمرينية، كنا مثلا 6 ساعات تمرين في اليوم، فعلا؟ غير الجيم غير الفتنس غير لا كل لا، قول حاجة. لي كده مثلا في الصيف كنتوا يعني بتتمرنوا الصبح ايه؟ كان الكابتن مثلا يجيبنا كل يوم من 10 الصبح لحد مثلا الساعة 1 فولي، بس فولي. ده غير تمارين الجيم. طيب خلصتوا الصبح بتفضلوا في النادي ولا نفضل، بتروحوا؟ لا بنفضل في النادي، بعد كده لو ناكل بعد حاجة، بعد كده الجيم، نفضل. كان حياتنا كلها في النادي يعني، كان يعني الفترة دي كانت صعبة جدا طبعا علينا. هي دي يعني تقريبا انتوا هي دي قعدتوا اللي كده فرقت اسابيع، معانا. انتوا قعدتوا لا اسابيع شهور كمان شهور. مش أسابيع يعني، هي دي الفترة اللي فرقت معانا الحمد لله، خلتنا نكسب البطولتين دي. كريم بتزعل من الحياة دي يا كريم؟ يعني انت لما بتقعد كده ومفيش ساحل، وخليني اكلمك بقى، ومفيش خروج مع اصحابي، مفيش عشاء بره، برجع البيت مهدود انام، الايام بتبقى كلها يعني ورا بعض شكل بعض، الحياة دي مش بتزعلك؟ لا هو طبعا لو واحد هيختار ان هو يبقى عايز انسان رياضي وبيلعب في نادي كبير طبعا زي النادي الاهلي، لازم يبقى هو عارف ان هو هيضحي بحاجات كتيره جدا، والحاجات دي منها طبعا حياته، خروجه مع صحابه، سفره، كل ده لازم طبعا يضحي بكل الحاجات دي في مقابل ان هو يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. فهو يبقى عارف ده طبعا حاجه مش سهله طبعا على الواحد يعني، هو بيعوز يعيش حياته. بس كل ده بيهون الصراحه لما بتكسب بطوله، ترفع كاس، بيفرق مع الواحد طب يعني. بتضحي بالحاجات دي وانت مبسوط ولا بتضحي بيها وانت زعلان؟ لا الفرقة كلها بتضحي بيها وهي مبسوطة، عشان احنا بنكون بنتعب عشان عايزين نوصل لهدف واحد، ان احنا نكسب كل البطولات اللي نلعب فيها. صحيح، هو اللي انت بتقوله ده، بص انا قاعد سرحان في كلامك، يعني هو ده اللي الواحد بيتعلمه في النادي الاهلي الصراحه. مظبوط. يعني النادي الاهلي بتتعلم فيه ان انت تيشيرت ثمنه غالي وهياخد كتير منك، ولكن انت بتضحي بالكلام ده وانت مبسوط وفرحان. طب اجي لك يا واحد، انت طبعا الاعداد كان صعب، أوي. البصير هو مخ الفرقة، وهو اللي بيختار الجمل، وهو اللي بيلعب ده وينطط ده ويطلع ده ويفوت ده. اللي بينك وبين المدرب، ايه اللي بيحصل بينك وبين كابتن محمد؟ يعني طبعا يعني هو الحوار كان صعب قوي، بس طبعا كابتن محمد كان بيحاول يقول لي اعمل ايه واسوي ايه. كان بيقول مثلا اخر 20 نقطه مثلا او اخر 5 نقط، بيقول لي ارفع لده، اعمل كذا، عشان انا لسه صغير برضه، نعم عشان طبعا لازم تاخد منه، كان لازم بينادي اخد لك على منه. الخط بتجي له. يعني بيقول كنت لي بتروح مثلا له؟ ارفع 4، ارفع 2، اظبط ملعب، اشوف ان البلوكات كويسه كده. طب يعني انت البصير وهو بيرفع لازم بيرمي طرف عينه وبيشوف الملعب الناحيه التانيه شكله ايه، يعني انت مش بترفع على يعني على عماك زي ما بيقولوا، يعني مش بترفع الاربعايه، ما ممكن يكون الاربعايه ده داخل في حضن البلوك، وممكن ترفع للتلاتايه يبقى هو كلير. الكلام ده محتاج ايه؟ هل محتاج تدريب منتال، ولا محتاج ان انت تتفرج على نفسك كتير، ولا محتاج ايه؟ ايه ازاي تقدر توصل لمرحله ان انت شايف الملعب وفي نفس الوقت شايف فرقتك ملعب محتاج الناحيه اتفرج التانيه؟ على الماتشات، واتفرج بقى على البلوكات وسكاوتنج كتير، اعرف الفرقه دي مثلا البلوك مثلا ده وحش او البلوك ده حلو، فعلى يعني فاهم على اساس ده اعرفه. معاكم حد بيحلل لكم البيانات زي الداتا فولي في الفرقه ولا مفيش؟ كان هو كابتن محمد حسين هو اللي بيعمل كل بيظبط. حاجه، الحمد انا لله. واضح ان هو كابتن محمد موظفنا، الفقره الجايه اعرف منه كل حاجه، يعني هو اللي بيحلل، هو اللي بيديكم يقول لكم لا العبوا كذا والعبوا كذا وارفع هنا. طيب احلى ماتش لعبته السنه دي يا ابو حميد؟ احلى ماتش كان ايوه، ماتش بتاع وادي دجله اللي كسبناه. اللي هو كان في القاهره. لا وادي دجله في القاهره معانا عشان هم في المعادي. ايوه انت لعبتهم في القاهره ولا في الجمهوريه ولا لا انهي ماتش؟ لعبناهم، لا في الاثنين، احلى ماتش لعبت الاثنين لا كان ولا ماتش واحد، كان اللي هو كان في الجمهوريه. الجمهوريه كان فين؟ في ملعبهم ولا فين؟ لا كان في ساعة عين شمس. كان في هو ملعب. ده ملعبهم، اختاروا صاله جامعه عين شمس، ايوه صار الصاله دي جامعة عين بتزحلق شمس. شويه على فكره قوي، بس صح؟ الحمد لله لعبنا ماتش حلو. هي حلوه جميله، مكانها كويس يعني وبتاع، بس هي الباركيه بتاعها محتاج يعني شويه صيانه. طب لعبته حلو ليه؟ ايه اللي لعبنا خلاك تقول حلو لعبته حلو؟ يعني، التيم ورك، كنا قاعدين كده مع بعض، عرفنا ازاي نلعب، بس كان ماتش صعب. كان ماتش صعب. ماتش صعب قوي. طيب ليه ماتشاتك الحلوه بتلعب قدام وادي دجله؟ انت عارف انهم عارفهم كويس، حافظهم كويس، ولا هي جت كده؟ ده هي جت كده يعني، انا قلت يعني هو ده كان اليوم بتاعي، والحمد لله اديت كويس. طب ايه تاني؟ ايه الماتشات الكويسه اللي عملتها؟ ماتش كويسه عملت، برضه ماتش يعني دلفي اللي هناك عملت فيه ايه؟
دلفي اللي هناك لعبت كويس قوي، لعبت كويس لعبت كويس. وكان في ماتش الشمس برضو الشمس عملت ماتش حلو. ماتش الشمس ده كان ماتش كان من اصعب الماتشات اللي احنا ده الفاينل الجمهوريه. لا كان قبل الفاينل. قبل الفاينل عملته كويس، عملنا كويس قوي. كسبنا 3-0 ولا كان ماتش الشمس؟ كان 3-0. 3-0. طب وماتش الطيران هنا في القاهره عملت فيه ايه؟ ماتش الطيران لا ما كنتش قوي الصراحه، ما كنتش قوي. ما انت مش مطالب تلعب كل الماتشات كويس. اكيد مش مطالب. طيب انت 2007 صح؟ في بصيرات في مصر يعني في الفرق الثانيه نفس سنك 2007 بيلعبوا؟ في واحد فين بقى؟ الطيران. طيران 2007 وبصير وشايل بيلعب. شايل. ومين تاني؟ في واحد في اليوبيس اعتقد، هم دول اللي هيجوا معانا في المنتخب يعني. شفت السؤال هو